يلا نعمل مع بعض كريم كراميل من غير بيض. الوصفة كتير سهلة وطيبة ولذيذة بهالوقت صراحة، بدنا أشياء باردة وخفيفة، جربوها كتير رح تعجبكم. بطنجرة حطيت كل المقادير، حطيت القشطة ومغلفين من الكريم كراميل، مغلفين من الكريمة، ضفت الحليب البودرة والماء البارد وحركته منيح، بعدين على النار مع التحريك المستمر حتى تغلي، بعدين بحط سكر على النار وبكرمله حتى يصير لونه بني، بحطه بالصحن اللي بدي اسكب فيه المزيج اللي انا عملته، بحط السكر بعدين بضيف مزيج الكريم كراميل وبتركه بحرارة الغرفة لتروح منه السخونة، بعدين بدخله على الثلاجة ليلة كاملة، بعدين بقلبه وبقدمه وبزينه حسب الذوق والرغبة. جربوها كتير خفيفة وطيبة وقوامها كريمي رائع، ان شاء الله رح تعجبكم على طريقتي، والف صحة وهنا يا رب على قلوبكم.